بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر فلسطين الحقيقة. دولتها إسلامك قار أهان قوة عربته مهل الدونتان تاريخ أد إسكود دفاعدان وحكد عاية فلسطين عرورت الله حسو أيوه دمر كلا اللين أيوه تل عربيد أو إسلام ولا بربورين أيوه وحا أودن إدعى أطاوان إسان تاريخ دو مركي إدن حسطو جواب أهل الميسان قلوكا إنتاسان كنافيا سيدة إلهي القرآن كي سنوغو شاقي إسرائيل وبربوريسا أنا رجل مسلم قرآن كان آمن سنة بل حتى قرآن كان آمن سنة هاي سورة الحشر انت كو قرآن وان آمن سنة البقرة الأحزاب الإسراء iyo kuwa kale oo yuhuud lagaga warramay marka mar haddaan qur'aanka aaminsanahay israa'iil waa burbureysa ceebta iyo dhirtu waxay ku hari doonaan kuwa xasuuqa falastiin daawanaya shidaalkii israa'iil siinaya ee lacagtii israa'iil siinaya ee itifaaqiyaadka israa'iil la galay ee aan rumaysnay ilaahay qodobkaana intaas ayaa دافية الحقيقة لا شك أبدا إيجا جمتشر وح شك يا هاي إني حماس مقدون تو كأنت سرسا إيجوش هشا waxaan soo xasuustay tixdii ahayd bowdada markii aan ka jabay iyo buqunka taagiisa habeenkeedii way bidhan lahaa bahalkii cawlaaye ragga buurta dheerigala baxay beerka ka ogsoo bax sarays markay dhammaan igu dul ooyeysay bax ilaamo inay bagalahayd beerka ka ogsoo لحد وابراني هدو اي بسكد حوغو بيحيها هدي اي بهاي كي اسوغو بيغو ابال برا ابال برا ابال بر اي ديرادا نمبا كيسا كان اوغو بديلي بيركا كوكسو عدي حماس افكا كتا غيرتا ويكوار غلطا عدي كعان كتا غيرتا ويكوار غلطا ciddii in la madhiyo rabtayna way ka warqabtaa miisaan ayay saaraysaa waraaqaha dhuwaliba wixii uu ka helaa buu leeyahay qodobkaana intaas
يكون في الحقيقة. اللهم حرر بيت المقدس، اللهم حرر أبناء فلسطين. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحقيقة.